يسعد أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم في شهر رمضان المبارك اللي فتح ذراعيه لنا في الشهر الزائر السنوي لنا. كل سنة في عنا شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، وإن شاء الله دائما إفطارا هنيئا وصوما مقبولا لكم. مشاهدينا ومتابعينا راح يكون مع أبو حسيب للذهب والمجوهرات، وانتم بتعرفوا أبو حسيب للذهب والمجوهرات عالم آخر، عالم غير، الذهب والمجوهرات المميزة فقط والتشكيل الواسعة دائما عند أبو حسيب للذهب والمجوهرات. مشاهدينا يعني راح نكون في جولة خاصة وجوائز وهدايا اليوم بصحبة أبو حسيب للذهب والمجوهرات في طول كرم بأفرعه الثلاث. سيكون برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر خباب الأسمر ومني أنا منتصر علي. تعالوا معنا نشوف أبو حسيب، أبو حسيب للذهب والمجوهرات. مرحبا. أهلا مرحبا عليك، حياك. العام أنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. ورمضان كريم. ربنا عليك. إحنا معانا أبو حسيب للذهب والمجوهرات. في حدا بيعرف أبو حسيب للذهب والمجوهرات؟ الكل 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 بيعرفه بأفرعه الثلاث. طيب السؤال، شو الاسم؟ عفيف. عفيف أنكر. أهلا وسهلا فيك يا عفيف، إحنا مع أبو حسيب للذهب والمجوهرات. أهلا خالتي، كل عام وأنت بخير خالتي. هلا هلا. في جوائز طبعا، بدك تجاوب على السؤال تاخذ جائزة قيمة، ماشي؟ من القائل فما ضاقت الدنيا عليك برحبها ولا باب رزق عليك بمغلقي؟ من هو القائل؟ يلا هي قدامك وجائزة مميزة من أبو حسيب إن شاء الله. يلا. لا لا مش المتنبي. من القائل فما ضاقت الدنيا عليك برحبها ولا باب رزق عليك بمغلقي؟ الفرزدق. الفرزدق. لا مش الفرزدق. جرير. جرير. ولا الجرير. ولا جرير. لا لا لا. شو يا سيدي؟ معروف. معروف كمان. مرت علي ما خلص. مرت وراحت. بطلت تيجي. روحها بلا رجعة. مبينة. لا اما مر مر علي مر علي بس مرات واحد بصير يبطل يجمع يلجلج اسمع صح والله ما يا عمي مرت علي احكي لك الصحيح يعني وطارت ومش راضي ترجع تحكي لا بترجع ان شاء الله ان شاء الله بترجع. طيب شكرا، كل عام وانتم بخير. تعالوا معنا نشوف مع ابو حسيب للذهب والمجوهرات. الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو اخبار البقدونس عندك؟ اللهم فنتين مشاكل. قديش؟ فنتين مشاكل. فنتين مشاكل والله مغلواني. ليش حكيت؟ طيب احنا اليوم كل عام وانتم بخير، اليوم صحبة ابو حسيب للذهب والمجوهرات. اذا بتجاوب على السؤال تاخذ جائزتك مباشرة، ماشي يا سيدي؟ ماشي. اسمع السؤال شو بقول، من القائل؟ كيف انت مين القائل؟ بتعرف؟ شو القائل؟ من القائل؟ اسألك سؤال، من القائل؟ بتعرف مين؟ لا. بتعرفش؟ لا. طيب شو اقول لك يعني؟ اسالك سؤال، طيب تعرف تكمل المثل؟ شو؟ طيب اكمل المثل التالي، لولا الوثام لهلك ايش؟ لهلك البني ادم. بني ادم رحمة الله عليه، بني ادم دنيا واخره. لا شو؟ لا يلا خلص. شو؟ مش بعرف. مش عارف. مش عارف شو؟ عارف؟ أنا مش عارف. لا الصراحة ولا أنا عارف. الصراحة ولا أنا عارف. طيب تعالوا معنا، كل عام وأنتم بخير. نشوف، أنا بدي أجاوب مع أبو حسيب للذهب والمجوهرات. كمل لي هالمثل، لولا الوثام لهلك ايش؟ لولا الوثام لهلك ايش؟ لولا الوثام شو هذا؟ اسرعوا الى الذهب. يلا احنا بدنا ذهب. بطل بدوش ذهب. لما عليك بطل بدوش ذهب. شو بس انا اسال سؤال، بدنا نسال الواحد شاب عمره 20 سنه مو عشان نشجع، شاب عمره 20 سنه يسال هيك سؤال؟ شجع يا زلمه، غرب ايش تغرب اغير لك اياه. غيره بقول لك حكي بعد الشيخ. طيب اغير لك اياه. طيب هاي سؤال، اهلا اهلا وسهلا اهلا، كل عام وانتم بخير يا زلمه. اخذت محله للزلمه، الزلمه تشجع. اصبروا شوي. طيب هاي غيره. يلا
لعمرك، مش انت يعني، لعمرك بالموت عار على الفتى اذا لم تصبه في الحياة المعابر. شو مين القائد؟ الله، واهلين. عجبتني، واهلين واهلين. حاول مرة اخرى، حاول مرة اخرى، يرجى الاتصال مرة ثانية. طيب كل عام وانت بخير، رمضان كريم. تعال تعال يلا. بحسب الذهب والمجوهرات، اذا بتجاوب تاخذ هديتك مباشره. ماشي يا سيدي. سالناهم الا سؤال، من القائل لعمرك بالموت عار على الفتى اذا لم تصبه في الحياه المعابر؟ شو جواب؟ اسال من القائل. مين؟ المتنبي. المتنبي. اول شيء بدي اطمنك. لا ما بدي اطمنك، وحده مش واحد. واحدة قبل ما لازم تحكي من القائل. من القائل؟ ما القائل تجوز على الجهتين. طيب نعم. لا والله، لا والله. طب اسالك سؤال، ليش حاط طابقين انت؟ انا طاقية طاقية. ليش؟ عشان تكبر المخ يعني؟ ايش؟ ليلى. ليلى ايش؟ خليلية. تعال 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 تعال. شو اسمك؟ احمد ابو علي. احمد ابو علي، يعني هو ابو علي، فابو علي بيجيبها. صعب علي نجيبها ان شاء الله. ان شاء الله احنا مع ابو حسيب للذهب والمجوهرات. يا عم اسمع، ليلى ايش قلت لي؟ نسيت. الاخلاليه. اخلاليه، مش الخليليه. طيب هاي جائزتك من مين؟ من ابو حسيب للذهب والمجوهرات. شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. من القائل فما ضاقت الدنيا عليك برحبها ولا باب رزق عليك بمغلق؟ من القائل؟ خذ خاتم ذهب. انا بديش اعطيك جائزه هذيك، اعطيك ذهب. ما تحكيش من بعيد، لو حكيت من بعيد ما بتاخذش جائزه، واجابك غلطه غلط يعني. على كل حال عيدوه يا زلمه، بدي اعطيك خاتم ذهب عشان هيك قلت له غير السؤال. عشان انت شو رايك تقدم برنامج بدالي؟ صديق غير السؤال. غير السؤال. والله بدي ارد عليك، لانه الله وصى على سبع جار. انت سبع جار صح؟ طيب طيب بدنا نشوفك بس. طيب قوي انت، بعرفك. طيب سؤال ثاني، من القائد؟ كمان برضه عليك ختم الذهب. تحفظ من لسانك فهو عضو اشد عليك من وقع السهام. لو ظلوا على اول احسن. الله لا يعطيك اياها الا العافيه. ايش ابو سلم؟ يلا يا ابو سلم. مظفر النواب. ايش؟ نواب. مظفر النواب العراقي؟ لا. عشان تبحث على جوجل. تعال هون، تعال ضب الجهاز. ضب الجهاز. ها سيدنا محمد؟ لا 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 لا، مش سيدنا محمد. لا لا. انا والله قلت لك، انا شو وعدتك؟ قلت لك والله لاعطيك خاتم الذهب. صح. ما فيش مجال. شو كيف الترددات جايبة معك؟ لا لا ما فيش مجال. متجاي؟ لا مش مجال. مشكلة. لا انت بخير شعب. طيب اسمع. استنى. لا 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 لا. لا 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 ما في خيار. طيب اسمع. انا بدي اربحك. يلا تفضل. يا جماعة بستاهل اربح ولا لا؟ وحياة الله لا اربحك. ومن غصب عن الجزماوي كمان. أول شيء إحنا مع مين؟ إحنا برنامجنا مع مين؟ مع كمرة الناس. أبو حسيب. أبو حسيب للذهب والمجوهرات. أكم فرع له في طول كرم؟ له فرعين. واحد. لا واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما شاء الله، الله يعطيه. ما شاء الله. طيب ما شاء الله. اسمع أنت، تعال 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 شوي، امسك المايك هيك شوي، أنت معروف أنت شو شغلتك. طيب اسمع هلا، انا شو وعدتك؟ وعدتك بخاتم ذهب صح؟ بمشي اتعلم دائما. هذا خاتم ذهب مقدم من مين؟ من ابو حسيب. مبروك عليك، الف مبروك. وهي كرتون. شو بتحكي له؟ كل عام وانت بخير، والله يعطيك الصحه والرزق، وشعبنا بخير، وبارك الله فيك. We'll be right back.
معكم مشاهدي متابعينا مع أبو حسيب للذهب والمجوهرات، التشكيل الواسعة والمميز دائما والأسعار الخاصة. أول شيء يسعد مساك. يسعد مساك كل عام وانت بخير. وانت بألف خير وصحة وسلامة ورمضان كريم. الله ينورك يا رب. طيب إذا بتجاوب على السؤال بدنا نعطيك من أبو حسيب مباشرة. جايز منيح يا باشا؟ طيب اسمع، بدي أغير لك يا هذا صعب السؤال، هذا صعب. طيب بتعرف أنت في الفلبين؟ عمرك سمعت في الفلبين؟ يعني أسمع. شو يعني؟ في أحد ما سمعش في الفلبين؟ الكل سمع فيها. طيب أعطيني اسم العاصمة. طبعا اللي بيحكي من بعيد فلبين. طب روح روح. لا غلط. شوف أهلا أهلا. يلا ما عاصمة الفلبين؟ عاصمة الفلبين يا الله مش عارف عاصمة الفلبين ولا ما هي معروفة؟ عارفها؟ عارف شو عاصمة الفلبين؟ الفلبين شو عاصمتها؟ الفلبين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال تعال أنا والله بدي أربحك بس أنت يعني شو أعمل؟ اسمع شو بقول لك. عاصمة الفلبين شي؟ مانيلا. ما نيلا يا جماعة الخير، وهي إجابة صحيحة وهي أحلى جائزة. استنى شوي شو اسمك أنت؟ باسل طعمة. باسل طعمة؟ مكفين؟ خلص بس على الكاميرا يا حبيبي. إيش؟ مكفين. هلا وسهلا فيك. لقطها طول وقال مانيلا. مانيلا هي الإجابة الصحيحة. هاي جائزتك من أبو حسيب للذهب والمجوهرات. شو بتحكي له؟ كل عام وأنت بخير وإن شاء الله من نجاح لنجاح. مبارك. شايفين الصدف ما أحلاها، هو مارك طريق على طول عرفها. طيب شكرا لك يا باسل، كل عام وانت بخير، رمضان كريم، إفطارا هنيئا وصوما مقبولا مشاهدينا ومتابعينا. راح نتواصل معكم مع أبو حسيب للذهب والمجوهرات طيلة شهر رمضان المبارك. مشاهدينا أشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، ودائما أشكر أبو حسيب للذهب والمجوهرات، أشكر زملائي من وراء الكاميرا براء عمر خباب الأسمر ومني أنا منتصر عناني. أبو حسيب للذهب والمجوهرات عنوان. إلى اللقاء.